وسع الاحتلال توغلاته البرية داخل قطاع غزة بالمرحلة الثالثة من العدوان على القطاع، وأول حصيلة مقتل 11 جندي إسرائيلي بكمين المقاومة بأقل من 24 ساعة من الغزو. ما غير الاحتلال محاور تحركاته البرية من محورين بالشمال من بيت حنون والخط الساحلي، ومن محور بوسط شرق القطاع بين حي الزيتون وحجر الديك. ميدانيا المحاور الثلاثة عبارة عن مناطق زراعية، لأنه أسهل على القوات الإسرائيلية يفوتوا من مناطق مفتوحة، كرمال هيك كمان الاحتلال عم يدمر أي مبنى أو بيت موجود بهيدي السهول، إن كان بغارات من الجو أو بقصف من الدبابات أو حتى بالجرافات. عسكريا عمليات الغزو الإسرائيلي بتأدي لحصار بري وناري لغزة المدينة ومناطق بيت لهيا وبيت حنون يلي عم يرفض أهلها ينصاعوا لأوامر التهجير، فعم يرتكب الاحتلال مجازر فظيعة جديدة كان آخرها مجزرة جباليا لإجبارهم على الموت أو التهجير. بعض الاحتلال عم يتفادى الدخول للأحياء السكنية داخل القطاع والقتال المباشر أو الالتحام مع المقاومة، لأنه هيدا الشيء انتحار عسكري، وكرمال هيك عم يحاول يرمد هيدا الأحياء وما يخلي فيها حجر على حجر قبل ما يفكر حتى يبعث جنوده عليها. عم يحاول الاحتلال يكرس الفصل بين شمال غزة وجنوبها بإطار هدفه الفعلي وهو تهجير الغزاويين من القطاع باتجاه الجنوب ويمكن أبعد باتجاه سيناء، وإذا ما قدر ينجح بهذا الشيء بيكون حاصر الفلسطينيين بجنوب غزة وعم يبني خط عازل بين نص غزة وشمالها لحماية الغلاف. عم تقول قيادة الاحتلال إنه العدوان مطول لست شهور لسنة أو أكثر للقضاء على حماس لتهجير أهل غزة، بس بحسب المقاومة المعركة بعد ما بلشت لأنه جهزت مقاتلينها وسلاحها وأنفاقها، الأنفاق اللي صار اسمها مترو غزة.